خلينا كده نروح لخبر تاني ونقول من يوم 7 أكتوبر وكل يوم الحقيقة يعني هذا التاريخ يعني مش ممكن ننساه، يعني إحنا بالذات في مصر من يوم 7 أكتوبر ملناش سيرة غير أهالينا في قطاع غزة. إيه اللي بيحصل؟ إيه التطورات اللي موجودة على الوضع؟ مين استشهد؟ إيه الجديد؟ والتصعيد اللي بيحصل وبنتابع الوضع الحقيقة بشكل كبير جدا. والغريب كمان هو زي متابعتنا للوضع ومحاولة إن إحنا الدعم والوقوف بجانب أهالينا، لكن بنلاقي الجانب الإسرائيلي الإصرار الكبير من هذا الجانب على زيادة التصعيد والاستمرار طول الوقت في أنه قطاع غزة يكون يعني الحقيقة مدمر، لأنه في أجزاء تقريبا شبه مدمرة. كل الظروف الحقيقة بتؤكد الكمية الخسائر الكبيرة واللي بيقوم بها الاحتلال، سواء على المستوى البشري أو حتى في البورصة أو حتى الوضع العام بشكل كبير جدا. خلينا كده نروح ونقرأ أيضا يعني تحليلا سياسيا فلسطيني هذه المرة مع دكتور عبد المهدي مطاوع. دكتور عبد المهدي مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين. يعني دكتور عبد المهدي، يعني نحن دائما يعني قرابة تقريبا يعني نقترب من 100 يوم على هذه الحرب، نحن دائما نبدأ الكلمات بهذا الكابوس والإبادة والأوضاع اللا إنسانية الموجودة في قطاع غزة. كيف تقرأ المشهد مع المحاولات الكبيرة لإيقاف يعني إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة؟ يعني أولا يعني لا يمكن أن نسمي هذه حرب ولا صراع، ما يحدث هو إبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إذا عدنا إلى حقيقة هذه الإبادة هي الوضع الديموغرافي. إسرائيل منذ سنوات طويلة ولديها هاجس التغير الوضع الديموغرافي في فلسطين التاريخية. من يوم 7 أكتوبر وجدت إسرائيل ضالتها وبررت لهذه الضالة ببروباغندا مسبقة طافت بها العالم حتى تبرر ما يحدث اليوم. إسرائيل قامت بتدمير البنى التحتية بشكل كامل في قطاع غزة، سواء كانت هذه البنى التحتية تتعلق بصحة أو تعليم أو حتى على مستوى السكن، كل ذلك بهدف تحويل قطاع غزة إلى بيئة طاردة للسكان. يمكن أن تبدأ بعد اليوم التالي لهذه الحرب أن تبدأ بحرب داخلية أخرى، والحرب ليس مقصود بها قتال ولكن معاناة شديدة نتيجة لغياب كل أشكال الخدمات وتحول المنطقة إلى مكان لا يصلح للحياة. صحيح. وهذا سيدفع بشكل أو بآخر ظهور خطط التهجير تحت راية الإنسانية ودعم الإنسان، وهذا ما تهدف إسرائيل إليه بشكل رئيسي. هذا جانب. الجانب الآخر، نتنياهو عمل على مدار 16 عاما على مشروع أساسي وهو عدم إقامة الدولة الفلسطينية. وعدم إقامة الدولة الفلسطينية يعني أن تبقى غزة في ناحية والضفة في ناحية أخرى بدون كيان سياسي يربطهم معا بحيث يصبح جزء واحد، في حال هناك مسار سياسي من الممكن أن يؤدي إلى دولة فلسطينية. لذلك إسرائيل لديها رؤية في اليوم التالي للحرب، هذه الرؤية تدفع بشكل أو بآخر إلى عدم وجود رابط بين غزة والضفة. لذلك هي تقول أنها دخلت المرحلة الثالثة من الحرب، وهي بمعنى آخر هو احتلال، ولكن احتلال بشكل مختلف، ليس بالضرورة أن تكون داخل المدينة ولكن تحيط بمداخلها بمفاصلها، تستطيع الوصول لأي نقطة في المدينة في أي لحظة برا أو جوا. هذه هي خطوط المرحلة الثالثة للحرب في إسرائيل. ونتنياهو يريد إطالة أمد هذه المرحلة لأطول فترة ممكنة لخدمة أهدافه، سواء على الصعيد الداخلي نتنياهو أو حتى على صعيد تغيير قد يحدث
دوليا من الممكن ان يساعد نتنياهو. أكيد. طب سؤال هنا دكتور عبد المهدي، سؤال يعني الصورة الحقيقة تتكلم من داخل قطاع غزة والعيش الآن داخل المخيمات، يعني أهالينا في قطاع غزة عدد كبير منهم أصبح يعيش داخل هذه المخيمات، هل ترى إسرائيل تصدير هذه الصورة حتى يرتفع الصوت الدولي الذي كان صامتا في كل المراحل يرتفع الآن لينادي بالتهجير؟ يعني ربما إسرائيل أخطأت في جانب أنهم أعلنوا، لكن هي في الحقيقة لا تحتاج إلى إعلان إلى موضوع التهجير، ومنع التهجير لا يأتي بمجرد تصريحات كما يعلن دول كثيرة من دول العالم في العلن أنها ضد التهجير، وهي في الحقيقة تقوم بخطوات لتسهيل عملية التهجير. هناك عدة دول أوروبية تقوم بهذه الخطوات في أوروبا وفي الأمريكتين، تمام، وهذا واحنا نحن الآن، فما يعني فتخيلي بعد مثلا 6 أشهر أو بعد سنة لا يوجد تعليم في غزة، أكثر من ثلثي المدارس تم قصفها، طبعا لا يوجد حياة أصلا، لا يعني يوجد لا يوجد حياة في هذه الصورة التي نراها. إذا أردنا يعني أن نرى الموضوع من ناحية استراتيجية فهناك خسائر فلسطينية مخيفة على الناحية الاستراتيجية. أكيد. على الناحية المعنوية نعم هناك بعض المكاسب على الناحية المعنوية، لكن على الأرض الوضع مختلف. لم يعد هناك يعني الذي يحصل على خيمة في قطاع غزة هو محظوظ أنه وجد خيمة، وجد مكانا يستر هو وأبنائه وأطفاله، لا ينام في العراء، ومع ذلك لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة. واعتقد انه ربما القمه التي حدثت في العقبه والتي ضمت مصر والاردن وفلسطين ليست من فراغ، ولكن من المخاطر التي تتعرض لها القضيه، خصوصا انه جوله بلينكن بالرغم من الدعايه الكبيره لها في المنطقه الا انه بلينكن يسوق الرؤيه الاسرائيليه، هذا أمر يعني صحيح مفجع، وفي إسرائيل أثناء وجوده في إسرائيل أكد ذلك عندما قال في جملة من أهم ما قال وتلخص الرؤية الأمريكية أنها تدعم إسرائيل في خطواتها وحربها حتى لا يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر، وبعدها بقليل المتحدث باسم البيت الأبيض قال أن الولايات المتحدة ضد وقف إطلاق النار. إذن هذه حرب الولايات المتحدة، وهذا موقف الولايات المتحدة الحقيقي، ونحن في مأزق في الحقيقة، لأن الجهة الوحيدة التي تستطيع فرض وإجبار إسرائيل على التوقف هي الولايات المتحدة، وللأسف هي تخوض الحرب مع إسرائيل. صحيح، هي شريك أساسي وواضح منذ البداية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المهدي مطوع المحلل السياسي الفلسطيني.